لقاء مع ابنة الكنيسة وابنة محافظة الحسكة ميشيلا بهنان، وهي كانت صلوات مثل العادة رفعناها صلوات وترانيم لأجل الدعاء إلى الله بأن يحفظ سوريا وشعب سوريا وأن يديم رسالة الميلاد، رسالة السلام في هذا العالم. أمسية حلوة ألقتها الفنانة والمرنمة ميشيلا بهنان بصوتها الرائع الملائكي، كانت مزيج من الترانيم السريانية والعربية، ترانيم تحتفل بميلاد ربنا يسوع المسيح. اليوم اجتمعنا بالأيام الأخيرة من السنة لنصلي ونرتل بالأيام المباركة بلغة صاحب العيد اللغة السريانية، وعلى كان صلواتنا وتراتيلنا على نية السلام ببلدنا كمان فلسطين وغزة وبلادنا العربية كلها يا رب. اليوم حضرنا أمسية كتير حلوة روحية، كانت الأخت ميشيلا كان أحيتها أمسية رفعتنا للسماء، طبعا بعض الترانيم الروحية باللغتين العربية والسريانية، وغنت كمان بالإنجليزي أغاني حلوة كتير، أغاني للمحبة للسلام، أغاني طفل المغارة، الأغاني اللي دائما نحن نستناها كل سنة. طبعا بداية ينعاد على الجميع بألف خير، الحسكة بحاجة لنشاطات مثل يلي صارت اليوم. يمكن السنة ما كانت كتير منيحة من حيث الظروف يلي صارت، مو بس عنا بشكل عام، على سوريا والوطن العربي بشكل عام. فشكرا كتير لميشيلا، كانت اليوم كتير حلوة، جددت لنا الطاقة بهالميلاد. إن شاء الله ميلاد بيكون ميلاد مجيد على الجميع، وينعاد على الجميع بألف خير، والسنة الجاية تكون أفضل وأفضل إن شاء الله. ميلاد مجيد، ينعاد عليكم بالخير إن شاء الله. اليوم كان في أمسية تراتيل روحية وأغاني روحية، كانت كتير حلوة، حسينا بأجواء الميلاد، حسينا بأجواء روحية حلوة كنا نفتقدها بهالأزمة.